لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا محمد رسول الله ارسله ربه رحمه للعالمين ومحجه للسالكين وقدوه للعاملين وحجه على الخلق اجمعين، فتركنا على المحجه البيضاء والطريقه الواضحه الله لا يزيغ عنها الا هالك فاجر. أعاذنا الله وإياكم جميعا من الهلاك والفجور، آمين. أيها المؤمنون، وخير وصية نتوصى بها في جمعنا هذا الوصية بتقوى الله عز وجل، فإنه قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأسأل الله لي ولكم أن يجعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، عمار بيت الله، الإسلام حدثنا كما في القرآن عن أعظم ظلم اجتماعي عرفه المجتمع الجاهلي، وهو ظلم المرأة، ظلم المرأة وحرمانها من حقها في الحياة، حيث كانت البنت أو الفتاة تولد فبدل من أن يفرح بها والدها، وبدل من أن يحسن إليها في تربيتها وفي مؤونتها وفي تأديبها، كان يحفر لها الحفرة فيدفنها أو يدفنها وهي حية. سجل ربنا سبحانه وتعالى هذا الظلم الاجتماعي في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الموءودة سئلت، والموءودة هي البنت التي تدفن حية، لا ذنب لها إلا أنها بنت، لا ذنب لها إلا أنها ضعيفة، لا ذنب لها إلا أنها أنثى، فيكون جزاء الوالد جزاء والدها الذي عدم الرحمة، الذي عدم الحنان، الذي عدم عاطفة الأبوة، الذي عدم غريزة الأبوة، فيكون موقفه بأن يلقيها منكوسة على رأسها في البئر وهي ضعيفة، لا ذنب لها. إلا أن المجتمع فيه إغارات، المجتمع فيه عداوة، المجتمعات الجاهلية كان يغير أحدهم أو القبيلة على الأخرى، فتستاق القبيلة الغالبة الذراري والسبايا فيكون من ضمنهم النساء والبنات. وحدث مرة في قبيلة من القبائل العربية أن القبيلة الغازية استاقت البنات والنساء وأخذتهم سبايا، وكان من ضمن البنات بنت أمير القبيلة، قبيلة ربيعة. فتصالحت القبيلتان واتفقتا على تخيير النساء بين البقاء عند السالين، أي عند القبيلة المعادية، والرجوع إلى أزواجهن وآبائهن. فأبت ابنة أمير ربيعة، أبت الرجوع إلى قبيلة والدها، فسن قانونا للقبيلة بأن تؤد كل بنت وتقتل كل بنت حتى لا يعود هذا العار والخزي إلى القبيلة. وبئس ما سن، وبئس ما شرع. وإذا الموهودة سئلت بأي ذنب قتلت. بعض القبائل الأخرى كانت تئن بناتها ليس خوفا من الخزي والعار، ولكن تئن البنت إذا كانت البنت قد خلقت أو ولدت مشوهة، فتئن كل بنت زرقاء أو سوداء أو كسحاء بمعنى مشلولة. كانت البنت تعدم لأن الله عز وجل خلقها غير سوية. وبعض القبائل كانت تعب البنات خوفا من الفقر، فإذا كانت السنة شديدة القحط والجوع كانوا يتخلصون من بناتهم، لأن البنات لا يساهمون في الكسب والاكتساب فيقتلونهم. هذه جريمة. الإسلام أنعم على النساء فحارب هذه الظاهرة، حارب ظلم النساء، حارب ظلم البنات، حارب ظلم هذا الكائن الإنساني الضعيف، فحرم قتل الأولاد: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أو خشية إملاق نحن
يرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وغير ذلك من الآيات التي حرمت الوهن بجاهل. أيها المؤمنون، لست بحديثي عن الوهن في الجاهلية أرجع وأتكلم عن مسألة عفى عنها الزمن، وإنما أردت أن أقول أن الوأد وإن حاربه الإسلام وحارب الوأد في الجاهلية، فهناك وأد للبنات في واقعنا المعاصر. الوأد لم ينتهي. نعم انتهى في صورته المادية، انتهى في صورة أن يدفع الرجل ابنته في البئر فيقتلها ويتخلص منها. نعم، وقد جاء الإسلام فحرم ذلك، حتى جاء الرجل إلى رسول الله وجلس معه فرآه النبي مغتما، لا يزال مغتما دائما في هم شديد، فقال: يا فلان، ما بالي أراك محزونا؟ فقال: يا رسول الله، إني في الجاهلية ارتكبت ذنبا عظيما، وإني يا رسول الله أخاف أن لا يغفر الله ذنبي وإن أسلمت. مع أن النبي علمه أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن التوبة تجب ما قبلها، لكن عظم الذنب الذي فعله هذا الرجل بقي ينخر في سويداء قلبه ويذهب عنه هناءته وراحته، وكان يخوفه من عذاب الله، فكان إذا رآه النبي رآه مهموما محزونا. قال: مالك؟ قال: ارتكبت ذنبا يا رسول الله في الجاهلية وأخاف أن لا يغفره الله لي وإن أسلم. قال: ما هو؟ قال: كنا في قبيلة نقتل بناتنا، نعد بناتنا، وإني رزقت يا رسول الله منها، فأردت أن أقتلها خوف العار والخزي، فنظرت إليها فرحمتها. قال: فتشفعت لي أمها بأن أتركها ولا أقتلها. قال: فقلت لأمها: لن أفعل. قال: وكبرت البنت وكانت أحسن ما يكون من النساء، وكثر خطابها، فعز علي يا رسول الله أن أزوجها إلى رجل، وتحركت في الحمية، فقررت أن أقتلها وألقيها في البئر. فقلت لأمها: زينيها وطيبيها، فإني أريد أن أزور قبيلة كذا وكذا من أقربائي. ففرحت الأم وزينت البنت الفتاة وطيبتها وعطرتها وألبستها من الزينة والثياب والحلي ما توفر عندها، وأخذها الرجل. والأم تقول له: لا تخون الأمانة. زوجة تقول: لا تخون الأمانة. فذهب قال: إلى البئر. نظرت في البئر ثم نظرت في ابنتي. قال: فأخذتني الرحمة. قال: ثم أخذتني الحمية فنظرت في البئر. قال: فنظرت إلي ابنتي وقد أدركت أنني قاتلها، فقالت: ماذا تريد أن تفعل بي يا أبتي؟ قال: ثم نظرت في البئر ونظرت في وجهها، فدفعتها في البئر وأنا أسمعها: يا رسول الله، وهي تقول: لقد قتلتني يا أبتي، لقد قتلتني يا أبتي. قال: فبقيت عند البئر حتى انقطع صوتها، ثم ذهبت يا رسول الله. بكى النبي، بكى رسول الله، وبكى الصحابة إشفاقا ورحمة بهذه البنت الصغيرة الضعيفة. ثم قال النبي: والله لو أذن لي أن أعاقب بشيء من أمور الجاهلية لعاقبت، لكن الإسلام يجب ما قبله. أيها المؤمنون، الذي يستبشر ويقبح هذه الجريمة التي كانت في الجاهلية وربما كانت لها مبرراتها عند أولئك الجاهليون، سواء كانوا يخافون العار ويخافون الخزي، أو كانوا يخافون الفقر ويخشون الفاقه، أو كانوا يتخلصون من عبء يرون أنه ثقيل عليهم، فبأي ذنب ومبرر تؤاد بنات اليوم؟ والوعد له صور. الذي يغضب عندما تبشره الممرضة أو القابلة بأن ابنته أنجبت بنتا، هذا يفعل فعل الجاهلية أو أشد. الذي يبشر الآن بيننا بالبنت فيغضب ويسود وجهه، وربما يسب ويشتم، وربما تجده حزينا ووجهه تعلوه الكآبة والسواد، تماما كما صور ربنا
بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون؟ يمسك هذه البنت ويتحمل عبئها ويتحمل الخزي والعار على ما يتصوره الرجل الجاهلي أو يدسها في التراب فيئدها في البئر أو في الحفرة. كثير من الرجال بيننا أيها الناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ترى في وجهه كراهية البنت، وترى في معاملته كراهية الأنثى، وترى في ظلمه لبنته نفس التصرفات التي كان يفعلها الجاهلي بمبرراته الغريبة. اسمع إلى رسول الله، هل النبي أمرنا أن نفعل هذا أو أذن لنا أن نفعل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان تسأل، بمعنى تتسول، قالت: فلم أجد ما أعطيها إلا تمرة، فشققتها أو شقتها نصفين وأعطت كل ابنة منها شقا وبقيت هي لم تأكل شيئا. قال: ثم خرجت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة بالقصة، فقال النبي الرحيم الرؤوف الحريص الرحمة المهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يا من رزقت البنات أبشر ولا تغضب، فإن الله اختار لك ما يجعلك لا تقع في النار. أعطاك البنات ليكونوا لك سترا من النار، لا أن يكونوا سببا لغضبك وهمك وحزنك. أيها المؤمنون، كثير من الناس يهمل البنات، لا يربيهن، لا يؤدبهن، لا يعطف عليهن، لا ينظر إليهن نظرة الحنان ونظرة الحب التي تمليها عليه غريزة الأبوة والوالدية. كثير منهم يفعل هذا الأمر وهو بلد. لابد للأب المسلم أن ينظر إلى ابنته على أنها عطية من الله وكنز من الله الحكيم في أفعاله وتصرفاته سبحانه، ولا يفعل إلا خيرا. إن أعطاك بنتا أو بنتين أو ثلاثة فإن الله أحب وفتح لك بابا إلى الجنة وسد عليك بابا عن النار. انظر إليه هكذا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول: من عال بنتين أو جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو يوم القيامة كهاتين. الذي أعطاه الله بنتين فأحسن إليهن ورباهن على آداب الإسلام في الستر والزينة والخروج والدخول والتعليم وغير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين في الجنة، قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها المؤمنون، استقبلوا في بناتكم، تقربوا إلى الله في بناتكم، اعبدوا الله حق عبادته في الإحسان إلى بناتكم، فإنهم والله نعمة من الله عز وجل. فأسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرضا والقناعة، وأن يرزقنا الإيمان والصبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على أنبيائه الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها المؤمنون، ومن الوأد المعاصر للبنات أنك ترى الآباء أو بعض الآباء يعطي ابنه ذكر، يعطيه العطية، يعطيه الهدية، ينفق عليه من خالص ماله، أما إذا تعلق بالبنت فإنه يحرمها، لا يعطيها هدية ولا يعطيها عطية ولا يملكها شيئا، ولسان حاله يقول: إنما أولادنا الذكور. أما بناتنا فكما قال الرجل الجاهلي: إنهن ينجبن لنا الأعداء. هذا منطق الجاهل، هذا منطق الجاهلية. أما الإسلام، اسمع إلى نبي الإسلام وهو يأمرك بالعدل في العطية والنفقة والهدية بين الذكور والإناث وبين جميع الأولاد، فقال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله وأعدلوا
العدل بين أولادكم، فظلم الفتاة أو ظلم البنت وتمييز الذكر عليها في العطية والهدية هو نوع من الوعد، حتى وإن كان في معناه أو في ظلم هذه البنت الضعيفة. لذلك اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابي وقال: إني أعطيت ابني من عمره عطية، وإني أريد أن أشهدك يا رسول الله، قال: هل أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ كلمة سائر ولدك أي ذكورا وإناثا. قال: لا يا رسول الله. قال: ارجع فإني لا أشهد على جوري، أي على ظلمي. وفي رواية: هل تريد أن يكون سائر ولدك لك في البر سواء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ارجع وأعدل بين أولادك. أيها المؤمنون، من الوعد ظلم البنات في العطية وتمييز الأولاد الذكور عن البنات. ومن ظلم البنات ووعدهن كذلك حرمانهن من حقوقهن في إبداء الرأي في الزواج. كثير من البنات تمنح حقها في إبداء رأيها في الزواج. أقبل أو لا أقبل، أقبل فلان ولا أقبل فلان، الوالد يتصرف وكأن هذه البنت لا رأي لها ولا شخصية لها ولا مشورة لها. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة كما قالت أم المؤمنين عائشة، جاءته الفتاة فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر إليك، فإن شئت أمضيت أمر أبيك وإن شئت رددته. فقالت الفتاة: يا رسول الله، أمضيت أمر أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أو أن تعلم النساء أن ليس للآباء في هذا الأمر شيء. إنه عدالة الإسلام، إنه تكريم المرأة في الإسلام. هذا أيها المؤمنون للأسف في واقعنا المعاصر كثير من الفتيات منعت من حقها في الاختيار. وربما ينقلنا هذا إلى نوع آخر من الوعد، وهو منع المرأة من الزواج من طرف والدها حتى يستأثر بمالها أو بأموالها. كثير من الآباء سامحهم الله ربما يعضل بنته ويمنعها من الزواج من الرجل الكفء الذي تقدم لخطبتها، لا لشيء إلا لأن قلبه تعلق بأموالها، تعلق براتبها الشهري، تعلق بما تملكه من مال، وهذا حرام أيها المؤمنون، لأنه نوع من الوعد، نوع من العذاب. ألا يشعر هذا عندما يرى ابنته صارت عانسا، تزوجت زميناتها وقريناتها وهي لم تتزوج، وحرمت من نعمة الزواج ونعمة الأمومة لا لشيء إلا لأن والدها أراد مالها، أراد وظيفتها، أراد راتبها، رأى إن زوجها أنه سيخسر هذا الراتب. هذا وعد أيها المؤمنون، وإن لم يكن في نفس صورة الوعد في الجاهلية أيها المؤمنون. ووعد آخر ربما أشد منه، أن يتدخل الوالد في أسرة ابنته، أو تتدخل الوالدة في أسرة ابنتها حتى تدفعها إلى طلب الطلاق أو الخلع. كثير من الحالات التي يقع فيها الطلاق يكون السبب بتدخل أهل الفتاة أو المرأة ودفع ابنتهم إلى طلب الطلاق أو طلب الخلع. وهذا نوع من الوعد كذلك والهداية لهذه البنت. كان من المفترض أن ننصح بناتنا بما يجعل زواجهم صالحا ناجحا ثابتا مستقرا، لا أن نشجعهم على العصيان والنشوز وطلب الطلاق. ووعد آخر أيها المؤمنون هو حرمان المرأة من الميراث، حرمان البنت من الميراث، حرمان الأخت من الميراث، حرمان النساء جميعا من الميراث. هذا وعد للمرأة وظلم لها، وأي ظلم. والله قال في عليائه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فرضه الله وقدره الله
وحكم الله بتوريث الرجال وتوريث النساء، لكن ما قضى الرجل الجاهل يأبى إلا حرمان المرأة من ميراثها. أيها المؤمنون، يقول نبينا: أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم. النبي يدافع عن المرأة واليتيم، فإن قلت لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما أن تجتاح مالها، أما أن تمنعها من تقرير مصيرها، أما أن تمارس عليها الظلم والتمييز، فهذا والله من الظلم الذي حرمه الإسلام، وهو وأد في المعنى وإن لم يكن وأدا في الصورة والواقع. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا احفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل خير ما نقول وآخر ما نقول. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.